هذا الاسم الشريف أيها الإخوة الكرام، اسم الله الشهيد، هذا اسم له خواص غريبة الكثير من الناس لا يعرفونها. هذا الاسم لمن أراد أن يكشف الله له وأن يشاهد أسرار الله تعالى في ملكوته من النورانيين والأشياء التي يريد أن يعرفها، والله سبحانه وتعالى شهيد عليها. هذا الاسم الشريف لمن رمي بباطل وأراد أن يتخلص منه ويخرجه، الله سبحانه وتعالى الله شهيد عليه. هذا الاسم الشريف لمن أراد القبول الكبير، وهو عظيم في القبول هذا الاسم الشريف، وتنطق الناس والأفواه لك بالمحبة والمودة والاعتراف والخير، ويرزقك الله تعالى الهيبة والبهجة والوقار. والكيفية سنذكرها لكم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. وله خاتم لمن لبس هذا الخاتم وتختم به، شهدت الأشباح الروحانية والأنوار نورانية بوجوده وفضله، ونطقت الأفواه برشده، ورزقه الله تعالى الهيبة والوقار، وكان نافذ الكلمة، وله خواص كثيرة سنذكرها في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغرق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعينا الكرام. الشهيد، هذا الاسم العظيم أيها الإخوة الكرام، ومعناه الحاضر الذي لا يغيب، الذي لا يغيب عن شيء ولا يغيب عنه شيء في ملكه. قال الله سبحانه وتعالى: أولم ألمك في بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. وهذه الآيات أيها الإخوة الكرام تستعمل للكشف، لقد ذكرناها في هذه الحلقة، تستعمل للكشف عن السحر وعن الدفائن وعن كل ضمير وعن غير ذلك، ولها طريقة خاصة وأسرار نورانية عجيبة. والله سبحانه وتعالى شهيد يشهد على خلقه جميعا ويفصل بينهم بعدله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. أيها الإخوة الكرام، على ذاكر هذا الاسم الشريف أن يوقن أن الله شهيد عليه في القصد والعمل، فمن راقب ذلك رزقه الله تعالى صفاء القلب، ورزقه الله تعالى الأنوار، وغمره الله بأنوار المشاهدة حتى لا يغيب عنه شيء في حياته بإذن الله تعالى مناما أو يقظة، ويرزقه الله الحواس التي تشتغل ويشعر بكل شيء بإذن الله تعالى، ولا يغيب عنه شيء. لمن يذكر هذا الاسم الشريف له خواص نورانية عظيمة أيها الإخوة الكرام، فعليكم بذكر هذا الاسم الشريف، فمن لازم ذكره أطمرت له المراقبة في قلبه، ويراقب نفسه، وإن كان صاحب حالة صادقة، وإن كان من الموقنين المؤمنين الصافين الذاكرين، واتصفت نفسه بصفة الوحدة والعزلة، فيأمن من إفراط والتفريط في كافة أخلاقه لنفسه، فيجنبك الله سبحانه وتعالى من الوساوس والتفريط فيها، والتفريط في الشهوات، والتفريط في الأمور التي تضر بدينك وعقيدتك. فهذا الاسم يزيل عنك كل ذلك من قلبك، ويرزقك التوجه الخالص، توجه تام لمن أكثر: يا شهيد يا شهيد يا شهيد، لأن الله شهيد عليه. خصوصا تقرأها عند النوم ولو 7 مرات، تقرأ هذا الاسم الشريف، فإنه يرزقك كافة الأخلاق الطيبة، ويزيل عنك كل الوساوس والهواجس التي تجرك إلى المعاصي. وكذلك يصلح لمن يطلب مرتبة الشهادة، لمن أراد أن يموت شهيدا ويرزقه الله سبحانه وتعالى مرتبة الشهداء، فإنه ينالها بذكر هذا الاسم الشريف والدعاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يرزقك الشهادة ولو مت على فراشك، لأن من سأل الله الشهادة يعطيها الله له. أيها الإخوة الكرام، ذلك فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. فاسألوا الله الشهادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة بإذن الله تعالى ببركة هذا الاسم الشريف.
ومن كتب هذا الاسم الشريف عدده في ورقة ووضعها حذاء قلبه، خصوصا من وضعها أو لزقها بشيء على قلبه من غير حائل، من غير لباس، يجعلها تحت اللباس، يكتبه 319 مرة في ورقة بيضاء مثل هذه ويجعله على قلبه. ماذا تفعل له هذا التصريف وهذه الورقة وهذه الأسماء الشريفة؟ كما وصفت لكم في أول الحلقة، فإنها تشهد أشباح بوجوده وفضله، ويزيده الله نورا ومحبة في قلوب الأرواح الروحانية والأنوار النورانية وفي قلوب الخلق أجمعين، ويرى الناس تتغير معه في معاملتهم وينطقون ويشكرونه ويشهدون له بالخير والصلاح والفلاح، ويرزقه الله تعالى الهيبة والقبول في قلوب الناس والبهجة والوقار. وكذلك من حمل مربعه أو لبس خاتمه يحصل له كل ذلك بإذن الله تعالى. فمن أراد مربعه أو خاتمه فليتواصل معنا، نرسله له إلى عنواني حيث كان بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بأنوار أسمائه الحسنى وما فيها من خاصيات والأسرار والأنوار. ومن خواص هذا الاسم الشريف وخصائصه الشريفة أن من وقع في تهمة باطلة وأراد الخلاص منها يذكر هذا الاسم بطريق المناجاة والتدلل والتضرع إلى الله تعالى، بأن تقول يا الله يا شهيد 319 مرة، وهو عدده 319 مرة، يا شهيد يا شهيد. وعند تريد عندما تريد التخلص من التهمة تقرأه يا الله يا شهيد بعدده وهو 319 مرة، 319 مرة. تقرأ يا الله يا شهيد بهذا العدد في جوف الليل تناجي به الله، ولو كنت في فراشك، في فراش النوم، عندما تأتي إلى النوم متوضئا وتضع يدك على قلبك وتحسب هذا العدد 319، يا الله يا شهيد، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيك مما تخاف، ويقيك الله شر ما تخاف، ويقيك الله شر ما اتهمت به من الباطل بأنوار هذا الاسم الشريف وأسراره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بأنوار هذا الاسم الشريف وجميع أسمائه الحسنى وخصائصها من غير تعب ولا مشقة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.